دلوقتي جه انا بقيت 3 دقايق خلاص كده. لا لسه، خلينا نتكلم على الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا. الاهلي خد كاس العالم، برونزيه كاس العالم للانديه، فجاي يعني مش هقول منتشي لكن جاي عامل انجاز. وعنده ماتش الهلال في السودان، يعني هو ماتش المريخ اتاجل، الاولاني كان هيبقى في القاهره اتاجل، وعنده الهلال في السودان في ماتش صعب، لان الهلال خسران اول ماتش من سان داونز 1-0، فعايز يعوض وبيلعب على ارضه بين جمهوره. والاهلي رايح هناك اول ماتش ليه بعد تأجيل مباراته الاولى، والزمالك اتعادل في انطلاقته مع بترو اتلتيكو. شايفها ازاي؟ بص اسمح محمد، بالنسبه للاهلي ميزه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي بنعرف نفصل البطولات عن بعض. يعني بطوله راجل اول تصريح شفته للخطيب قال لك نغلق باب الافراح على طول. احنا كده جايب ببرونزيه كاس العالم. ده حقيقة. انا عشت الاجواء دي طبعا وعارف. اول ما نكسب الزمالك يقول خلاص يا جماعه فرحنا، اقفل الصفحه، احنا عندنا مش عارف دوري، عندنا كاس، عندنا. عشان كده ما كنت مشيت من النادي ارتاح والله، ما كنت بنام. ما بتلحقش تفرح، ما افرح ايه؟ خش على الدوري، خش على الكاس، خش على افريقيا، خش على مش عارف ايه. حتى الماتشات اللي قدام مش عارفين نجامل الناس، وما بنخسر ماتش ودي اكن احنا خسرت بطوله. والله احنا رحنا ماتش اعتزال لعيب في الامارات. انت عارف بقى العزومات قبل المباراه وماتش اعتزال، فكيتوا شويه، جينا في الماتش ولا قادرين نجري والدنيا وخسرنا النادي الاهلي، نخسر في ماتش اعتزال والجمهور المصري. انت عارف برضو الدول العربيه كلها مصريين. اتشديت طبعا، مش قادرين، ما احنا مش قادرين، واخدين ماتش مش عايزين نتحط كل ماتشات ضغط ضغط وخسرنا. مش عايز اقول لك اجتماعات ودنيا اتقلبت. ما النادي الاهلي، فالاهلي بيعرف يقفل، بيعرف. فالنادي الاهلي خلاص قفل الصفحه. فبنيجي على مباراه الهلال، انا عرفت ان الهلال كمان كانت المباراه عاملها الساعه 3 العصر. ليه 3؟ هو برضه عايز يكسب طبعا، فبيحطك في اجواء بيعرف يلعب تحت الشمس والحراره. انا في ماتش السودان لعبت ضد السودان مع منتخب الام، انا كان معايا ثلج في كل ما الحكم والله كل ما الحكم يصفر الاكسجين مفيش خالص، فالامور بتبقى صعب. لكن هو برضه بيحاول، اللي هو عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف اللي هو اذا تعادل هو بالنسبه له مكسب، واذا كسب برضه بالنسبه له حاجه كبيره جدا. لو كسب الاهلي مش عشان هيكمل في البطوله، النادي الاهلي انت عارف في السودان برضه الاهلي والزمالك حاجه كبيره عنده، جماهيريه كبيره. فاحنا ان شاء الله باذن الله الاهلي بيفصل بين البطوله والبطوله. متوقع الاهلي ايه في الماتش ده؟ لا الاهلي بص مشكله صعب، صعب جدا. عارف ليه برضه؟ عشان احنا بعد الفرحه بتبقى برضه نسبيا بتبقى ممكن الفرقه بعد الانجاز بعد الانجاز بتبقى بتحس ان انت بعد الضغوط دي كلها ممكن تقل. توقعاتك بالتعادل الماتش ده؟ لا التعادل اللي هنكسب ان شاء الله باذن الله. تمام. طب بسرعه عشان لازم اختم بقى. الزمالك عنده ماتش ساجرادا اللي هو بطل انجولا، بتعادل مع بترو اتلتيكو في اول ماتش، والوداد خد بالك كسب 3، كسب ساجرادا ده 3، فبعت مسج قوي جدا في المجموعه بتاعت الزمالك. انت شايف الماتش ده ايه؟ خد بالك ماتش في انجولا مع الزمالك يوم السبت. بص يا استاذ محمد، هو الزمالك يعني واضح كده اللي حظه كويس، جه في اخر ده وتعادل. كان ماتش كبير والله. ما انا بقول لك اتعادل، فهي ماشي في لغه الكره عندنا بتبقى ايه؟ لو هو ملوش نصيب ممكن كان يخسر الماتش والدنيا تعرف. ده 96 ولا 95 انا اتفرجت. فالتعادل بالنسبه للزمالك ده كويس، هو بيلعب دوري مجموعات ممكن بيجمع النقاط. انا تعادلت المباراه ده على ملعبي، اللي بره لازم اكسبه عشان اعوض. كان عكست، يبقى انا عكست، يبقى لازم اكسب ملعبي. يبقى انا على الاقل يعتبر كسبت في ملعبي وتعادلت بره. غير كده الامور هتصعب عليه، هيبقى في مشكله عشان هتخش على بقى تلاقي الفرق بتجمع النقاط، بتجمع النقاط. لان بترو عنده الوداد في انجولا ممكن يكسبه. خلي بالك هتلاقي بترو عنده طموح، فرقه كبيره عاليه. خلي بالك منتخب فرقه انجولا دي اللي فيها كان الواد فيلافيو وجلبرتو في الجهاز الفني بتاعهم. ما انا بقول لك يعني خد بالك، يعني بترو لو كسب الوداد هيبقى أربع نقط والوداد يبقى 3، فانت لو تعادلت يا زمالك هتبقى 2. ما بقول لك ايه، ما هو بقى عشان كده لازم الماتش اللي جاي. ودي برضو نادي الزمالك فيه ميزه، ده برضو اللعيبه لعيبه كبيره وعارفه يعني. وانا بحب اي فرقه بتلعب باسم ناديه بتلعب باسم مصر. تمام. فاحنا بنتمنى الاهلي والزمالك ان شاء الله يكملوا إن شاء الله. وان شاء الله يوصلوا النهائي كمان ويلعبوا بعض، نفرح بهم ان شاء الله باذن الله. تمام. كابتن ياسر شرفتني ونورتني محمد. يعني الوقت بيجري جدا بوجودي معاك والله بامانه يعني. ان شاء الله باذن الله ودايما مطلق اسمك. ربنا يخليك كابتن ياسر، بشكرك على ذوقك، شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي قريب باذن الله.